لطالما كان اللقاء منتظرا، فإن أول ما يتبادر إلى ذهن الأوساط السياسية والشعبية نقاش رئيس الجمهورية مع نظيره الأمريكي مسائل عديدة، على رأسها حفظ سيادة العراق بدون تدخل إيراني أو نفوذ أمريكي، والوصول إلى الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي. We have a lot of common interests: the fight against extremism, stability in the neighborhood, a sovereign Iraq that is stable, friends of the neighbors and friends of the United States. لقاءان منفصلان جمعا رئيس إقليم كردستان ورئيس الجمهورية بالرئيس الأمريكي. لقاءان جمعا بين أهمية بقاء التحالف الدولي لدعم العراق في حربه ضد داعش، وبين نقاش منتظر بين بغداد وواشنطن حول انسحاب القوات الأمريكية. العراق في عين العاصفة. يريد الرئيس بهذا العنوان الصريح التأكيد على الرفض القاطع لأن تتحول البلاد إلى ساحة الصراع. نحن إذن ننشد العلاقات الحميدة مع الجمعية، مصلحتنا تكمن في ذلك، وليس خيارنا بأن نجر في نزاع ليس من خيارنا ولا من صنعنا. لو بقي جيراننا وحلفاؤنا في اصطدام فإن ولم تحترم سيادتنا وتستخدم أراضينا كساحة معركة، فلا يمكن لنا أن نأمل بتحقيق خطتنا للإصلاح والتغيير. كلمة الرئيس العراقي خطاب لم يغفل عن مستقبل الشباب العراقي وحق الشعب في التظاهر والمطالبة بالتغيير، إلا أنه وضع النقاط على حروف المطالب التي يريدها الشارع العراقي قبل الغرق في وحل الدم من جديد. وأرجوكم أن تعودوا إلى ضبط النفس، وأن عدتوا لتو من العراق وفسرت لك ما هي التفاعلات السائدة في بلادنا. أنا شهدت 40 عاما من المنازعات، وأن شبابنا يحتاجون فرص العمل. نحن بحاجة لإصلاحات وإلى إصلاح الأراضي التي دمرتها داعش. رسائل عديدة كان لأهميتها أمام قادة العالم في سويسرا درجة كبيرة عند رموز الاقتصاد العالمي، وما العراق إلا خير دليل على أكثر حالات التدهور الاقتصادي، فهو البلد الأكثر مخزونا للاحتياطي النفطي بينما يعيش أهله في فقر وإرهاب. رئيس الجمهورية كان رجل دولة صاحب موقف وطني مشرف. هذا الصدى الواسع في الأوساط السياسية تردد بعد الحديث السياسي والصريح الذي قدمه صالح أمام الجمهور الدولي الذي جمع أبرز قادة العالم.